الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. كتاب أحكام البيع. باشا بيع لا أصل ما تعرفين أخوي وغيرها، يعني تنيا كتابة كباستيك الشروع ما كنا تنيا أحكام بيع تانية بلكو أحكام غير بيوع شي تيا جا بيوع بجمع نانتي. كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات، يعني غير بيوع لما ملكاني تر كقراض وشريكة، وكو مثلا قراض شريكة وأمانة، يعني أوانش مباحث يكن كلو كتابة مترحبا. والبيوع جمع بيعين، بيوع جمع بيعة. جا ديارة البيع كمفردة كياتي لغة لروان جي لغة أمية مقابلة شيء بشيء، يعني برابر كردني اشتيك باش براور كردني اشتيك باش تيكي تر بس تو اشتيك دي بيك وكسك اشتيك دا دبتو. جا مادا موابو اگر فرزن مقابلة شيء بشيء بي فدخل ما ليس بمالي، يعني هرشيش كبريتي بي لما مال 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 بي اوك برك مال يجنا بي هر برك اكوي ما سيسا خمر مالي شرعيني الاروانقي شرعتي اسلامه انا اوسا ولا مسيحية مالو زوري حسيبي قوري لسلكري حالبي برام الاروانقي شرعتي اسلامه خمر بمال حسيونية دي امجارب بو قرار واقيني ابي الاروانقي شرع وبيع بريتي بي لمقابلة مال بمالين دي أمجا ولي للغة مقابلة شيء بشيئنا فزأوج داخل بك خمرين وكو خمر. وأما شرعا وأما الأروان جاي شرعا أصري أأما، يعني فأحسن ما قيل في تعريفه، يعني ساكترين الشركة وترا ولا تعريف بيع أأما، أما أنه يا إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي. بيع بريتيا لتمليك عينك مال، تمليك يعني كردن بملك، يعني مالك صاحب اشتيك عيني مالك هي بسوكو أم كتابي هيا أما بكاتا مالي أم عين ماليا بكاتا ملكي يكي تر بشي بمعاوضة بلا برابر معاوضة، يعني اقر بخور رأي في بابته هي بنابت بيع ولي بمعاوضة بي أما بمعاوضة كشكيكا بإذن شرعي، يعني إذنك شرعي لأرادة ببي. شنو قال إذني شرعي نبي بس شرع إذني بيرادة بي بفرض سكاني منعك ديني أو كاراكا لخو إذني شرعي لسرنية مثلا أو أبي إذني شرعي بي. يا واعلين أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي أو بثمن مالي بهرك، يعني أو أنه تمليك عين مالي عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي بثمن مالي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. يا بكردنا ملك، يعني ملكاندن ملكاندني سوديك مباح كلمة لك سودك ورأجيريا وليلة سر تأبيد بها، يعني شنو قال سر تأبيد بها وما وبيبت إيجارة. أما أقل لسر تأبيد بي يعني مثلا بين منفعتي أما على بتو فروشم أو خانوة بتو فروشم شن على التأبيد أبيت بيع حالبي. ماذا موابو فخرج بمعاوضة القرض، يعني خارج بو بمعاوضة قرض شن خارج جاي سنية قم من بولي بمتو بقرض وهي بولا كم بي أديتو تماشاك أقل وابي تمليك عين ماضية، تمليك عين ماضية ولا معاوزينية بالي ولا دوايا بولغبي. أما بالي يعني أواد معاوزة قرض خارجة، يعني قرض يتبى ببيع ثانية دي فبإذن شوابي إذن شرعيين بإذن شرعية كالربا آخر ربا جم قاول مقابل مال بمال بعوزة ولا شن إذن شرعي لثانية بيع ثانية ولا ودخل في منفعة تمليك حق البناء داخل بونا ومنفعتك هو ملكان دني حقي بناء مثلا فرسك من حقي بناء أدم بتولم خاكي خوبة يا لسر ديوارك
حقي بينات في أدم كتو مثلا سري حمارك يخوت لسري دعني ولا سري ديواري خانوك يخوت لسري أو ديواري منو دعني مثلا. وخرج بثمن الأجرة في الإجارة بس من خرج أجرة لإجارة ده حالبي وتوى على التأبيدين ودشابي تابع على التأبيدك وخرج فإنها لا تسمى ثمنا يعني مثلا أجرة يعني بوري كتوب وإجارة وليقري ثمني بيان عودي هل ترى ثمن يعني هي بيعة أما تواب تايرا جاء أمرا بيع كان دار ما تعريفه كيف تايرا بلان أو يكبرين مثلا أركاني بيع كيف ونوتي أركاني بيع إجمالا سيانا ولا تفصيلا شش إجمالا عقد معقود عليه صيغة أو أنا عقد جاء عقدك بويا بتفصيلة بشش شنك عقدك باعد مشتري باعي مشتري أجريته هل كان عقيدا يعني دابسري باشا بيجينري عقدك وتعقدك أو أن دايا بس أوتن معقود عليه أو يك عقدك إلى سر لو قع عقدك لسر دوشته لسر ثمنك ولسر مثمنك مثمن يعني مبيعك حاربي ثمن دي ثمن ومثمن بايع ومشتري ثمن ومشوار صيغي هم إجابة هم قبول دي كواتا عايزة قتو عقيد ومعقود عليه صيغة بيجي أما سيانا ولا شنك هريكي لو أنا بدأ دوان فتتو هالي بلا إجمالا سيانا تفصيلا شاشا جاء أمر أمج ألي البيوع ثلاثة أشياء بيع كان سيجور يا سيشتن أحدها بيع عين مشاهدة يكي يكم لو سيانا فروشتني عينيك كبرشاو به عليه مشاهد به للمتعاقدين عند العقد يعني عند العقد هردو متعاقدك لبرشاو يا نابي إيسا عند العقد به يا قبل العقد به زين شو أنا مثلا كابدو مال بيك وأوسين يكي كان قايا كفروش بوي تريان لأوان هميشة بسر يكوبونو موشة ومزرع وحيوان وآجل ينتيك الله هم معلا قاية كتر دناسا هذا قال رشن في فروش ويش الله باشا وفي فروش دي حالبي معاملك يكن إستا مثلا هر درستا الآن قاك اللي برشاوي عنانية ولا شنك بوان دياري وبوان معلومة باشا بيوزناك اللي هر عيني مشاهدة فرقناك عيني مشاهدة مشاهدة اسمه حول صفة عينك مشاهدة يعني أي حاضرة يعني حاضر وبردز به أو فجائز أو جائزة برام كي جائزة إذا وجدت الشروط يعني أجر شرتكان بيع بيندي شرتكان كم من كون المبيع طاهرا مبيعك طاهر بيه ويكتوي فروشي بفرز أجر بجيجي أو كم مثال بقى هنا تو تبعال فروشي مثلا چون پاگنیه مبيعك فروشي دروز نیه و بفروش حساب نیه منتفعا به بي يعني اشي سودي او شكي دوميتي سودي ليه ببري مثلا يسمن يقدن كجنم جنم خو باكا ولا برم اعودن كجنم بي فروشي تو شي كي بيقدن الجنم حالم قازان جينيه امرا يا مثلا كاكا دقه برقم لي ميلوره عليهم خو ميلوره باكا خرابيه عليهم او ميلوره بي فروش تو بو شي كري تش سودي كي هي بون قازان جينيه حالبي أنجارا سيهم مقدورا على تسليمه يعني أشياء مبيعك قدرة بسر تسليمها ببه مثلا ليس من بالندي يقبو عاسمانا روا يا ماسيهانا وعوابلهم أوبين فروشتي وقت من ناتوانا بتوي تسليم كم حالبي كواكوات فروشك يدوزني بالي مقدورا على تسليمه للعاقد عليه للعاقد على وتوب أمجى للعاقد عليه ولاية يعني بو عاقدك أو كيف روش بسري وولايتي ببي جا ولايتك بمالكي يد بي بعدين ملكي أو شتا مالكي بي ومشتي خون بي بفروشم يا مثلا هي كسيك بيك من حقي تصرف بيت يعني هي مولي من بي مثلا منارك من قيومي أو من عالم شاتيك من قيمي أو من عالم حاربي أبي ولايتي به
أو كواته ولا بد في البيع من إجابة أشتكي تريد أو شتكيتي إجابة قبول خوي أبيت الركن جا كواته أما تشندان شركي بوتين طاهرا منتفعا به أما دوان مقدورا على تسليمه أما سيان للعاقد عليه ولاية أما تشوار دانية ريشي هيا أو كأوج رؤيته باش أولا بلا أم تشن لما تنكاوتي بيع عين مشاهدة بويا أو يا لشرط كان أنا هنا أما أو ولا بد في البيع يعني من إيجابي وقبول لبيع عشاء إيجابي وإيجابي شو قبول إيجابي بيع فالأول إيجاب قبول فالأول كقول البائع أو القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا أو لكي مثلا بهي وكوسيغي إجابك وكو مثلا قصيف فروشندك يا قائم مقامي فروشندك أو يك وكيلي أو يان بالحال قيميتي بيجي بعتك مثلا بيجي بين فروش يا خير دخيل بيجي ملكتك بكذا يا بعتك بكذا يا ملكتك بكذا يعني أشتما كذا ملكي توب فراش أما بغين أو إجابك يتي والثاني دومك كقول المشتري أو القائم مقامه مشتركة يا قائم مقامي مشتركة بيجي اشتريت يعني بيجي تملكت وكبري قبول كرويت ووت طيب ونحوهما نحوي وانا بيجي والثاني من الأشياء وتخوتي سيانا بيعك سيانا وسيشتن ودوهم لسيشتكا بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم فروش اشتيكا كشتكا مشاهدة نكريا بل كو بجي مشاهدة وبرشاوبون وصف كريا وصف كاني هل دريا هرد أودو نفرة وصف كاني هل داوا بوهيك مثلا أو قنمي كتوأي فروشي بكابرا يجي قنمك مثلا قنم ديمو دنك كاني قوية يا خلو يا لرو إتيا نوعي قنمك فلانو أواوكو سلام كبيرج سلام سلام ويا باجوان بداي سلامك قبلنيش شاهد نازم أمجمع بيكريانا مثلا الآن تو بلين كشاور دي تو هاي لدي حالبي لحال حاضرة بولني وقتي جادورينو بول بيويست الزخيرة بسيني بو معلوم نالو وخرج جادورينو دواء بو خرج درو أمانة وقت دي بو شعر أشي بو أو كابرا بولاي خلاسين أو إيكا خلاص يعني بيجن علاف باشا يجي كاكا من قنم مهيا خب قنم كم لهاوينا بيأقا مثلا ما هاوين بروا بانضش أو هاوين بروا تعالي سوا أو نبول من هاتم قنمي أو كاتت بيأ فروش مع سنيمة قنم كحاضر نيا توني قنم ليسينا باشا دي باشا عرتي بنرخي أمروك برين يسا قنم برين كيلوي بانضة هزارة كيلوي حفدة هزارة يجي مثلا أو توني قنم من بي فروشتي توني قنمي مثلا اول ماني هاوين بانزي تير لو كاد لو بانزي تير تسليمكم بي فروشتي كيلو ب 7000 توني كانت 7 مليون ثمن باشا هو بون بي فروشتي ان شاء الله قبول ممكن يتر تو عيسى خو قنم كان يتحويل بي بلام او لو كاتا بولك ابي حتما تحويل ده حالي يعني دروسه مبيعك تحويل ما ادري ولا الثمن ابي حتما تحويل ادري أو تحويل هذا تو بولي خود ولا أجري برام لموعدي خويا أوجد قال ما كي خوي أبا إذا بشر تبقي قول قرارة آية تو أو أشي بي خوي بي بيوا يا خود بوي بري إذا أو بفي قول قرار لك وعبي تسليم كي أو خوتها مثلا دياري أكري لو كاتا جاء إسام أو كابرا مثلا تو كأتي ولا أو بيا وكقال ما كي بي أفروشي قال ما كي شنك لبرد ثانية بوي وصفكي كواتا تو شي فروشة تو شتيك فروشة بو كابرا موصوفة نق مرئي بلاي بين راوي أم جارة في الذمة يعني تو لزيمة أمينيتو حالبي لأستوتك لو موعيدي وقرار تنكردو أو قنمة تسليم كابرا دي أمش ويسمى هذا بالسلام أما بيالين سلام أمش فجائز ولي إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به زماني كجير كويتيايا يعني لفروش راوكلا شي غير كذا صفه
صفات لسر او وصف لسر او حارتي كبي وصف كراع يعني شو الوصف كراع بي او يتابع تو مثلا قلم قندهاري اشي قندهاري بي تو تو براو بي اشي براو بي تو تو ديم بي اشي ديم بي او اما او عجالتي من صفات السلم لصفات السلم كام صفات السلم الاتية في فصل السلم او صفات السلمي كديت لفصل السلمة والثالث سهمك بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين عربي يعني تو بيع عينك غائبة نمرئية نموصوفة هيج كامل لوانانية لم تشاهد مشاهدة نكريا لبو متعاقدين أشابتها ولم توصف باشا بأن لم تشاهد لهما معا أو لأحدهما مع كونها مشاهدة للآخر فانتفاء مشاهدتها للمتعاقدين يصدق بصورتين يعني مثلا أما كمشاهدة نكرية متعاقدين شون به عربين عربي بدو صورته يكي معلم من ذلك امتناع بيع الأعمى دروزنية كاسيكا كويرا بفروشة شون تو يجي شي فروشكا شو يجب بيع عين غائبة كمشاهدة نكرية وي باشا يسبو هردو كان يبو داني كادوزني والشراكيشي يعني نكري نجلسنا بيعكي للمعين باش وشراء للمعين كسائر تصرفاتي وكسائر تصرفات فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقبال فسكوير أبي لما وكيل بقري لقبض وإقباض جدا قبض يعني لو ورقتنا ولا إقبال يعني في قبضان دن آخر قبض يعني ومن ورق يقرم ولما سمن سأم كتابة يعني ما بلين هو ورم قل أي سنة من بزور أيدم بتوبيت قبلين أي سنة ما تحيالي توبام كارك من إقبابة ولتوك وري أجري قبض أها يعني دروز وق مطاوع عوايا ولا أبي أقبضا كباب إفعالك يدو مفعول قريه أما قبضا كثلاثي مجرد كبي يق مفعول قريه آخر نية فعلك ديب ومطاوعة هم من شيء يق مفعول ليه كسروي جاء أجر يق مفعولي بو بلا أصلا يعني مطاوع من هو كيق مفعولي بي أو مفعولي بو نامينيتو مثلا توري جمعت الناس فاجتمعوا إيت مفعولي مية ولي أجر دو مفعولي بو بي مطاوعة هر مفعولي كمكا عربي أجر دو مفعولي بو بي مطاوع من هو كوا مطاوعة كش مفعولي كي هر هي جاء قبل إقبالي لو قبيلية بعلي أو وتي بدو صورة تحقق بخلاف ما في الزمة فما في الزمة كون وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها وأن يكاتب مملوكه تغليبا للعتقية وإيش كتير ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبره لم ينفسخ البيع إجدها فلا يجوز أوه بيعها بيعك يجوزنيها وتبدو صورتك تشيد صورتك شيء نهنا ايوه يصدق بصورتين علم من ذلك بيع كانت اهانا انتفاء مشاهدي عينك كمشاهدين بو متعاقدين بدو صورتك هيك بو هذوك يعني هيك بو دانيك يعني شو ممكن دانيك كان نيب مشاهدينك يشتري مشاهدك لو يجوزنيها ولي وقت وهي هذوك يعني بلين مشاهدين أكن، فلا يجوز بيعها. بس بيعك دروزنية. كواتب بيعك مشاكل أصلا أوي بيع بيعي عين بعين. أو هل كان حاضر باشا؟ واختي وياي أمجا بيعك بيعي دين بدين. يعني هي كان حاضرني. هو دروزني حاربي. واختي وياي بيعي عين بدين. نانا عين بدين. عين بدين سلمني عيسى مثلا من شتيك هدم كابر عيسى بهارة ولا بهارة عيسى دمك وكرة بيني بهار وزمسان كاوري هي اي فروشة تبو بهارة ببشك لبهارة شك اي فروشة قاعدة وايا لولاتي كابر عيسى ابو شاقل داري وقتك اي لورينا تادو سيما ودوايا وايبابو اشار دولانا مثلا بو تاران وقمو وو كشتارقان لبا اي فروشة جا ام جا بولاكي تيريتو بو صاحبك عربي الآن هو تو بقر هو أوب عين بدينا شككوا في داب ولا كورنا قلنا تأوخن سمن سمنك أويا
أويا دين بعينه دين بعين يعني تو قرضك لسرة وكو قد ما كبي قرار ودينه بلا انتو عن سمنك هو القرطة ودين بعينه حاربي أمسيا أما هاتي كان درست باشا ولي أوشان دين بدين دين بدينك يا دوزني والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة ومنزول بجواز أمسيا ناكا وثمان أمسيا جوال بيعا درست يا دوزنيا شاك صحته ما سوتي يجوز يعني صحيحة وتي لا يجوز يعني صحيح وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز يعني أو كوتي لم تشاهد يعني أقل لفترتك مشاهدة كرابي عينك ثم غابت عند العقد برام عند العقد لبرشاو نبي أو درسته وكو كوير مثلا يشونه كوري ما درزاد أو كهري شيء دروز نيم عملكي برام مثلا جاية كان بوا برحلة وبريته وزاني وقاكي بيني ومانه وتوبر كبرك كويربي روجة دوان دواي أو قاكا في روشة درسته وبيعه لبرتي شن كأو بوي مشاهدة أو عيني غير مشاهدني بل هو عيني مشاهدة بوي على بأن إن شهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء بلا مثلا فرض أو بياوا ككوير بوا كان رجل موبر مثلا خيار يعني بوا يعني تماتا يعني بوا تماتا وخيار دور رجل يعني نهاية سير رجل عربي إيسا كان مثلا در رجل بيشو دوايا وكوير بوا شاكا نعم نا وقت كوير ولا كوير يك ودر رجل بيشو تماتا وين كان ما حد ما كشف زاو يعني ودروز نية عليه من كعلم ودروستا أجا مثلا إن شهيد ثم غابت عند العقدي أو درسته وقت يك كلعينك دايا وكو جاك من مثلنا كتغيرنا كغالبا لو ما ومتخللا يعني لو ما ويك كت خلالي رؤية شراكة كت أو بينه عربي ما تغيير شو أنا كا ولا ولا مثلا أو ميوش تك من يجب أو تغيير مثلا ويصح زو بس إشارة بشرعتك كا بيع كل طاهر وصحيح فروشتني هرشتي كباق به منتفع به حاربي سودي بيا ببريا مملوك ملكي صاحبك بكيف روشه وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصلح بيع عين نجيسة أو شيء كذا وتصريح كروه المصنف بمفهوم أم أشياء لقول خويا أو أنا باش أي الشروط يعني بو شرطانة مفهومي أنا منزولي أم يعني بمفهومي أم شرطانة مصنف تصريحي كر يعني قبلا بمفهوم جاندوت وليس تصريحي بيا كردوه باشا لخيوة أو كردوه لقولي خويدا وكاله ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة باشا يعني صحيح نية بيع عين نجسة نجيسة هل أصابيز بوه يا متنجسة الأصابيز ما لهم بيز بوه بيع وانا دروزني كواتا مثلا يكي على شرط كاني ما بيع ويا كابي طاهر بي كخمرين وكو خمر أو النجيسة كيا ودهن متنجسين ورونيا كا رونكا بيز بوه مثلا رونكا روني زنا تواوتوا ما هي عا مش كتير كتير مش كتير بحالي حالي بيجي بيز بيفرد ليه ونحوه ونحوه أوشه مما لا يمكن تطهيره لو اشتعنيك إمكاني باكو كرنوايا النية تعزوه بيزوه همي خراو بويتر إمكاني النية ما قرق برحال عين نجيسة كالكي ليوال قري بو جورا كاريا ألبتا يخو تبالش كالكي ليوال قري بو سلطانين كتيل قلوه دا بيعكي دروزنيا أهوتي منتفع به به أمجا ولا بيع ما لا منفعة فيه هروها بيعي أو اشتيشا كسودي تيانا بيد روزنيا كعقربين وكو مثلا دو بشكيك بفروشي ونملين يا ميلورا وسبع لا ينفعو ودرندية كسودي نيا كابرا سجيك راقري بيعوي كسودي كيلي
بيني ومان يا مثلا بجي جاي سجي شي طلن يق راغري بوش راغري قازني اه ابو تاي اقب وراوبي قيناك دي جار نمله وك معلومه ام جاء ميت اليان عقرب عقرب يتي ام وايد انا وك عقرب هي شو ديك ني راغتنك برام لواقع اسابو ازما ايش قاوشتي واسودي لي ابينه او زهري كهيتي زهري كي اقرن تيكل بداروي اكل على سودي هيا مثلا من ديوما هو شي شي ممكن مجه هيا كمن على مجه شي شي قايشي قايشي كي هابس اليو او بشي لي ديني او دو بشكن نرمى خدو بشك ولا رقافي ونادى هاد نرميكي تسكوت شزيكي لي ادا عربي بيأوي رخي اللي بيأوي معناها النرم أولي أكدع هاد شي نرم بيت شديتي أتشاق يعني ولي أقل نرم نبي الرقم في ناغري أميش حالبي دي باشا إتل لواء بيقى شزاكي تي أتشاق يعني أو لو ديو إن زهركي أقرن إخلنا أو شي شمجاك من نوم شي شي ممكن مجاك حالبي دي تأمجار أو شي زهري أقرن ولدوية خلاصة بمقداري أنها زي خوي أو كدو بشكي قدابة إنسان لوان إنسان بي أمريه باشا أولي بروي مثلا زهرو السمكي لحد زياتر أبوه هواي إنا خو أقرب أن زي خوي بي لواني سودي شي هي أبوه بده واني وامار بيانو هذا يا دو بشك بيانو هذا أقر نمرن بقازان جيانا حالنا وكبلي واكسينا أكري دي أم جاشتين سباسي الربا بس ما نبيتها روانيا أتبو أواشي بوتها معمولا تعليقي لسلو اللي بدأ كسي شتي او ملكي خويني او بفروشي او شر دروزني مزو مو فروشي خمر